ضحكة طالعة من حارات شبرا زي النهار صافية ومرسومة والحلم فاتح عينه على بكرة بنعيش وملح ولقمة مقسومة الضحكة طالعة من حارات شبرا زي النهار بكلم حضرتك بخصوص عن الوسيط. الاعلان مكتوب فيه حاجات بس يعني ما فيهوش كل التفاصيل، يعني متر بكام وكده. بكام؟ إيه؟ ليه يعني؟ ما دي منطقة عادية خالص. الأسعار بقت فيها كده على طول؟ طيب ماشي. هشوف ظروفي كده وأكلمك تاني. لا أنا مش مستعجل. ماشي، شكرا شكرا.
الشباب ينزل. اطلع يا اسطى واستناهم بعد الكمين. يلا يلا يا شباب، يلا بسرعة شوية. يلا يا اخوي اقفوا صف، رايح فين؟ اقف صف صف صف. يلا 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 بسرعة، تعالوا ورايا، اتحرك تعالوا ورايا. تمام يا فندم، يلا 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 يا اسطى اطلع. بقول لك ايه، حضر ورق بقى عشان العصر. اه معايا شهاده الجيش. اه معايا. طلع لهم بقى الكارنيه بتاع الاوتيل برضه. بقول لك يا شقيق، يا باشا هو لازم شهاده الجيش دي؟ اه طبعا، دي الحاجه الوحيده اللي بيسالوا عليها وانت رايح شرم. بس انا رايح استرزق يعني، رايح لشويه عيال صحابي اشتغل وكده. خلاص قول لهم كده. بصراحه انا ما معيش شهاده الجيش دي. خلاص قول لهم ضاع. ثم بيرخموا عليها يعني. اه عشان في ناس بتكت من مصر بتروح طابا، ومن طابا بيخش اسرائيل، ومن بعدين ما بيخشش الجيش فبيقفشوا على الموضوع ده. اه يدخلوا من طابا على اسرائيل. ورقك. فين شهادة الجيش؟ نعم يا باشا. شهادة الجيش. أنا يعني ما معيش غير البطاقة والله، شهادة الجيش ضاعت مني. أنا ليا الورق اللي قدامي، والورق اللي قدامي ده ناقص شهادة الجيش. وهنفترض إن كلامك صح، وإنك ما بتكدبش، وإن هي كمان ضاعت منك. قانوناً أنا ما أقدرش أعديك، وأتحفظ عليك لحد ما أتأكد إنك مخلص جيشك. والله العظيم يا باشا ما بكدب عليك، ضاعت مني وأنا قدمت طلب عشان بدل فائد، بس حضرتك عارف الإجراءات. وبعدين معايا فلوس ناس يعني لازم أوصلها لها. وهنفترض إن كلامك صح، بس بمزاجي. عشان انا حاسس انك ابن ناس وما بتكذبش، بس برضه مش هقدر اعديك. خليها عليك المره دي يا باشا. انا هكتفي انك ترجع لحد ما تطلع بدل فائد، احنا شباب زي بعضينا. وانا عارف ان الظروف صعبه علينا كلنا. نصيحه من اخ، لو لسه ما طلعتش شهاده الجيش طلعها وما كسلش. اتفضل خد حاجتك من الاتوبيس. ورحمه امي يا باشا انا مطلع. خد حاجتك من الاتوبيس، يلا اتفضل. على ابو شرم الشيخ. بس سعرها كده مش عالي قوي. منطقة عادية يعني. هو السعر كده هناك. طيب ماشي، هشوف ظروفي كده واكلمك تاني. شكرا حضرتك. متشكر. امال لو كانت فيلا كنت عملتها بكام؟ يا ابني ابورا. ايوه يا استاذ سام. كام حسابك يا عم؟ خلي يا استاذ سام علينا موجود. يا عم انت هتمثل كام حسابك؟ 5 جنيه. ما تزعلش يا عم، بس انا متعكن على الاخر. ولا يهمك يا استاذ سام، انت استاذنا برضه. خد دول عشان. شكرا. طب 485 كيلو ليه؟ رحت ليبيا؟ المنحوس منحوس، ولو حطه على راسه فانوس. الدنيا زي المرجحة، يوم تحت وفوق. خلع عيشة مرتاحة. حتى السيجارة مش عايزة تولع. ايه النحس ده؟
ولاد الكلاب كله ركب عربيات. والنبي يا باشا انا والله ما اعرف انا فين، انا من مصر. والاتوبيس يعني الظابط قال لي ان انا ما ينفعش اسافر شرم الشيخ. يعني عايز تنزل القاهره؟ اه يا باشا ربنا يبارك لك. طب تعالى انا نازل. والنبي لا يا رب يبارك لك فيها يا باشا. تعالى اتفضل. لا يا رب يكفيك شرها. انا عاوز اعرف بس انت مموته نفسك قوي كده ليه؟ زعلان على حظي الاسود. ما هو لو كان عزيز عايش دلوقتي ما كانش كل ده حصل. معلش يا حبيبتي، واحنا بيجينا من وراهم غير الهم والنكد، هم العيال كده. طب والعدرة؟ ما انا ساكته لها، هروح لها بيتها وافضحها. لا اوعي يا لولا، دي مش اخلاقنا. وبعدين كفايه انك فضحتيها وضربتي الواد، هتعملي ايه اكتر من اللي انت عملتيه؟ ما هو اللي اضطرني لكده. معلش يا حبيبتي، ده أشرف متربي وبيحبك وأكيد هيجي يستسمحك ويبوس راسك كمان. وبعدين هو احنا عايشين عشان مين؟ مش عشان هو. بقول لك سرقني، عارفة يعني إيه سرقني؟ ويقف يقول لي دي فلوس أبويا وأنا حر فيها. ما أنا مش هفضل قاعدة ساكتة كده لحد ما يبيع الشقة زي سامي ويرميني في دار المسنين. يقطعني. معلش ما اقصدش. عندك حق، ما حصلش حاجه. سامحيني بقى، صدقيني ما اقصدش. وانا كنت هعمل ايه؟ ما كل ده عشان خاطرهم. سامي مناخيره مكسوره قدام مراته، شايفاه بيتعذب قدام عيني. وعماد متعلق على طول متشعلق في السفر ومش معايا. وهاني معلق معاه بنت الناس 7 سنين ومفيش حل. ولادك رجاله ولازم يتعبوا زي ما احنا تعبنا، ما احنا طول عمرنا تعبانين وشقيانين، سيبيهم هما كمان يتعبوا. ومتهيألي جه الوقت بقى اللي لازم تقعدي وترتاحي فيه وهما اللي يضحوا عشانك. وبعدين بيع الشقة مش هو الحل. طب قوليلي كنت أعمل إيه؟ مفيش حاجة قدامي غير كده. أنتِ كنت مسافرة ومفيش حد يقولي لأ. ما أنتِ ياما اتزنقتي واتعرض عليكي بيع الشقة، لكن كنت بتقفي لهم وتقولي لهم لا يمكن ابدا نبيع الشقه، انتوا مهما تلفوا وتروحوا وتيجوا ترجعوا تلاقوا بيتكم اللي يلمكم، مش ده كلامك؟ يعني اعمل ايه؟ اسكت واسيبهم غرقانين يا لولا؟ صدقيني هيتعبوا اكتر لو بعتي الشقه. وبعدين هما اللي مش عايزين يتعبوا، ما تسيبيهم، ما تسيبيهم يجربوا ويشوفوا اللي احنا شفناه. وبعدين اهون عليكي، أهون عليكي تسيبيني بعد العمر ده كله؟ ده احنا طول عمرنا سوا والبيبان مفتوحة على بعض وعشناها سوا في الحلوة والمر. صدقيني سيبيهم يجربوا ويشوفوا اللي احنا شفناه. وبعدين معاكي بقى ما تقطعيش قلبي امال. اوعي تسيبيني. طب اعمل ايه بس؟ قولي لي اعمل ايه؟ اوعى تفكر اني سيبك، اوعى تفكر اني بعيد. يا ابني اطمن اوعى تسيبك، يا ابني اطمن اوعى تسيبك. انا يسوع راعي يسوع.
عجبت انك رجعت تلعب بيانو تاني في الكنيسة. عجبتك؟ قوي قوي. شفتش الناس كانت عاملة ازاي؟ طب بالمناسبة دي بقى انا عازمك على الغدا في اي حتة انت عايزاها. طب خليها عشا عشان عندي درس. ماشي يا ستي عشا. طب يلا بينا بقى عشان الوضع هتبتدي. يلا يلا. ايه في ايه؟ مفيش يا بابا مفيش. ماجد شد شويه مع اسلام صاحبنا والبوكس وهو معدي خدنا. امال حضر الظابط فين؟ عنده اجتماع. طيب ممكن لو سمحت تديله الكارت ده؟ اتفضل حضرتك. برافو يا نوره، تقدمت في الكتابه قوي بس النطق محتاج مجهود اكبر من كده. برافو. بعت مجوش ليه؟ مش عارف. طيب قول لهم لو غابوا تاني الدرس اتشرح. كلام مفهوم؟ مفهوم. مضاف اليه ازاي؟ مش احنا قلنا مش كل حاجه بعد المجرور تبقى مضاف اليه؟ حل النموذج وركز، مستواك احسن من كده بكتير. ستمائة خمسة وعشرين على 403. حبيبي امرني. ايه يا ابني ده؟ ما فهمت. ايه ده؟ خليه يتفضل. وابعت لي اسمهم ماجد وجورج. وعينيك على الاثنين التانيين. ها؟ لحد ما اندلت الرخال والانصراف. ما فهمت. عايز حاجة مننا يا باشا؟ لا يا حبيبي بتشكر. ضياء مر لك ايه؟ مش عايز الموضوع ده ياخد اكبر من حجمه. حاضر يا باشا. ماشي خلاص يا باشا. خلاص تمام حبيبي يلا. اتفضل. صباح الخير يا باشا. صباح الفل. اهلا 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 اهلا. مجدي عبد النور. اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك. ازيك يا عمر بيه؟ اهلا وسهلا. خير يا باشا؟ الاولاد ده عملوا ايه؟ ولا حاجه. خناقه مع اتنين مسلمين اصحابهم. وحضرتك تؤمر بيه يا عمر بيه؟ وانا ما رضيتش اعمل محضر لحد ما تيجي، وخصوصا لما عرفت انهم ولادك. ساعتك عارف بقى ان موضوع زي ده لو خد اكبر من حجمه هيوصل لمرحله تانية خالص. لا 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 خلاص. أيوة. اللي حضرتك تشوفه. انا شايف اننا نلم الموضوع بيننا هنا، وفي الاخر كلهم عيال. قلت ايه؟ تمام يا باشا. على بركه الله. ابعت لي قبل الاثنين التانيين. منور يا مجدي بيه. ميرسي يا عمر بيه. اهلا 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 اهلا. اتفضلوا. ايه الحكايه بقى؟ مش انتوا كلكم اصحاب؟ اصحاب ولا لا؟ اصحاب. امال ايه بقى شغل العيال الصغيرين ده؟ وبعدين في الاخر كلنا مصريين صح؟ تمام يا صح. باشا على خيره الله. اتفضل يا مجدي بيه. نورت. ميرسي يا عمر بيه. مع الف سلامه يا حبيبي. شكرا. مع الف سلامه. اتفضل يا استاذ. مع الف سلامه. سمية شفتيش العيال ولا ايه؟ انت ما عرفتش اللي حصل؟ ما عرفتش ايه؟ اتخانقوا كلهم مع الولا ماجد وكرهم كلهم على الاسم. ايه؟ ولا يا يوسف خد. اتفضلوا بقى يا واد، بطايقكم. تروحوا بيوتكم وتشوفوا وراكم ايه. مش عايز خناق مع حد تاني، مفهوم؟ وشعرك ده تحلقه وشكلك وحش. مع السلامة. أجل حبيب قلبي. ربنا يستر. باشا في يا جدعان؟ ايه اللي حصل؟ في يا جدعان حد يرد عليا؟ ايه اللي حصل؟ انت دريان بحاجة يا جو؟ ما هو كله من تحت دماغك انت والسنيوره بتاعتك. في ايه لما تتكلم عادل؟ ماله ده؟ بقولك يا جو، لو عايزنا نفضل اصحاب فكك مني دلوقتي. سلام. سيبك من اسلام دلوقتي عشان هو زعلان من نفسه. ايه اللي حصل طيب فهمني؟ انا واسلام مسكنا في خناقه الواد ماجد عشان قعد يخرف بالكلام عليك انت ونوره.
خدونه على اسم. وهناك الواد ماجد حكى كل حاجه للظبط، ولولا ان ابو ماجد جه وخلص الموضوع كنا زماننا دلوقتي في النيابه. يوسف وحات امك، حوار البيت النور ده مش هينفع، مش هيجي من وراه المشاكل وتعب الدماغ والقرف. وازاي يا يوسف اتجننت ولا اتقبلت في عالم؟ ازاي تحب واحده عمرها ما هتبص لك لا انت ولا 10 زيك؟ تحب ايه يا بنت؟ والله العظيم ثلاثه ما بحبها ولا في اي حاجه ما بيننا. لا بتحبها يا يوسف. والله ما بحبها، ما لو بحبها هقول لك. بص نصيحه من اخ، فكك من البت دي، العالم دي مش شبهنا خالص. فعلا العالم دي مش شبهنا خالص. مساء الخير يا سمية. ترقش الحمد لله على السلامة. اعملي لي قهوة وقفلي الشفت، ما تستقبليش زباين تاني، احنا هنقفل. ماشي. الاخبار زفت، الراجل التاني مهله اسبوعين مش اكتر، ولو ما جهزتش كل واحد يروح لحاله. ما تقلقش كله هيبقى كويس. طب وانت مالك يا اشرف، شكلك متضايق، في حاجه؟ مفيش. ما تقول يلا في ايه. ما تعدي عليا، انا بايت في السايبر. بايت في السايبر ليه كده يا اشرف؟ لما تجيلي بقولك. خلاص انا هجيلك على طول. اه صحيح، امال العماد فين؟ بكلمه على الموبايل مقفول. عماد يا ابني انت مش من هنا ولا ايه؟ عماد سافر. سافر؟ ايوه سافر النهارده الصبح. يا دي النيلة، يا ابني نيلي ايه دلوقتي؟ انجز انا جاي لك. ها طيب يلا مستنيك. سلام. يلا استنى اشوف. مستر اشرف عايز حاجه؟ انا همشي. ماشي بس ما تاخرش بكره. ماشي سلام. شافك؟ تعالى يا جميل. سلمك عالي قوي. لسه ما تعودتيش عليه؟ تشربي ايه؟ لا قول لي الاول، النهارده بياتي ولا طياري؟ بياتي يا عمر. اذا كان كده اشرب. حلاوتك يا اخويا. كل ما اجي بيتك الحلو ده استغرب، هو انت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ اتجوز بعد الشر ان شاء الله. انت يا اختي يا اخويا بعد الشر ان شاء الله. انت طال تشيرز. صحتك. صباح الفل. من بره ده جدا ما باين عليه. يا باشا ما تقلقش. لا لا خالص، كل شيء اندر كنترول. احنا عارفين شغلنا كويس قوي قوي حبيب قلبي.
محمد رسول الله. ازيك يا نصر؟ نحمد الله عمر بيه. ويوسف عامل ايه؟ يوسف مين؟ يوسف اخويا؟ اه يوسف اخوك. ماله يا باشا؟ انا ما كنتش عارف انه مشهور قوي كده في شبرا. طلع لاخوه نمس. خير يا باشا؟ عامل ايه يوسف؟ يعني انت ما تعرفش انه صاحب بنت مسيحيه وعامل لي فيها روميو؟ يوسف؟ اه يوسف. بقول لك ايه، الموضوع ده يخلص امبارح. ها خلص يا ناصر وانجز عشان ما عندناش وقت. موضوع يا باشا، جيت حضرتك فاهم غلط، يوسف لسه عيل ومالوش في الحوارات دي. يا ريت، بس المعلومات اللي عندي بتقول ان يوسف مصاحب بنت فرنسويه وعايشه مع جدها وساكنين في نفس العماره اللي حضرتك ساكن فيها. اه نوره. ايوه نوره. اصحاب اخوك وقعوا في بعض النهارده، وغالبا احساسي بيقول ان عشان الموضوع ده هما ما قالوش حاجه ولا جابوا سيره الحقيقه يعني. بس انا مش صغير يا ناصر. يا باشا ده لعب عيال يعني مش مستاهل الموضوع كل ده. يا ريت، بس برضه خلي بالك. حاضر يا باشا. وايه الحكايه بقى؟ الحلو تقلان علينا ليه؟ تقلان في ايه يا باشا؟ اه على حسن؟ يا باشا ما انت مش مديني فرصه اعمل اي حاجه. يا باشا حسن لسه مخوني، مش واثق فيا، بيشك فيا جامد. بصراحه يا باشا مجايتك النهارده دي هتخليه ما يثقش فيا نهائي. ما هو انت لو مشاهل معايا شويه ما كنتش جيت لك اساسا. ناصر انجز، ما تخلينيش اندم اني اعتمدت عليك. حاضر يا باشا. وما تنساش خلي اخوك يلم الدور وبلاش شغل العيال الصغيرين ده. ها ربنا ستر ان كنت موجود النهارده. اتفضل، مع السلامه. ناصر يبقى احلى اداء لك دي ملهاش لازمه دلوقتي. انا عشان ما عنديش مانع، بس يعني عشان مصلحتك ومصلحة يوسف اخوك احلاها احسن. مع السلامة. لا يا باشا انت عندك حق، ده حتى الدقن ما بقتش تنفع في الزمان ده، ده حتى بتشوك. حبيتك وبحبك وححبك على طول. انا عارف ان ليكي حق تزعلي مني، بس والله العظيم غصب عني. انا حاولت كتير وهما ما سابونيش في حالي، يعني كنت عايزان اسيبهم يبهدلوك انت ويوسف بسببي واسكت. انا مش وحش يا عزة، بس هما اللي اضطروني اعمل كده. انا يعز عليا قوي اشوفي التعبانه كده بسببي، بس اصبري شويه كمان. انت استحملت كتير قوي عشاني، ما جتش على الشويه دول. اصبري اصفي حسابي معاهم واخدك انت ويوسف ونسافر من هنا ونرتاح. انا عارف ان انت مش عايزه تبص في وشي وليكي حق، بس انا بحبك يا عزه ومقدرش اعيش من غيرك. عزه ما تسيبنيش.
استغفر الله العظيم يا رب. طب هتعمل ايه دلوقتي بس يا ابني؟ هعمل ايه يعني؟ هدور على اي شقه قبل اسبوعين ما يخلصوا. معلش يا حبيبي، بس بصراحه بقى حماك ده برضه راجل كويس، لو اي واحد تاني غيره كان زمانه فركش الجوازه من زمان. طب ونعمل ايه يعني يا ماما؟ هو بمزاجي؟ ما هو رجوع سامي هو اللي بوظ كل حاجه. معلش يا حبيبي الصبر. كان زماننا مخلصين. طب قوم افتح، ده اكيد مرات اخوك. ايوه ايوه حاضر. ايوه ايوه. عماد؟ ازيك يا هاني؟ ايه يا عمري؟ ايه ده؟ ازيك يا عمري؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. ايه يا ابني رجعك بدري كده؟ منحوس منحوس. رجعوني عشان شهادة الجيش. تاني الجيش؟ وإنما أنا واقع من الجوع، في أكل إيه؟ عندي حبيبي خير ربنا كتير، عايز إيه؟ أي حاجة يا عم. الحمد لله على السلامة. يسلمك. ميرسي قوي يا استاذ مصطفى. سوري بقى مش هقدر اقول لك اتفضل عشان الوقت متأخر. لا أنا يا دوب ألحق أنام شوية علشان ألحق بعد الطيارة. تصبح على خير. أنت من أهلي. أعملي حسابك. المرة اللي جاية هتسافري معايا. إن شاء الله. إن شاء الله. مساء الخير. مساء الخير. الحمد لله على السلامة يا هاني. ما بدري. وطي صوتك، الولاد يصحوا. خليهم يصحوا عشان يشوفوا امهم، بقالهم كتير ما شافوهاش. بقول لك ايه، انا تعبانه ومش ناقصه اي مناهده. بقول لك استني لما اخلص كلامي. استهدى بالله يا ابني، الدنيا ليل يا حبيبي. ما هي الدنيا ليل وهي لسه جايه لي. انا ما كنتش بلعب ولا كنت في النادي، انا كنت بشتغل. طب استهدى بالله يا حبيبي، الصباح رباح. لا مش صباح ولا رباح، هتقف دلوقتي وتتكلم. يا ابني استعيذ بالله من كل شيطان رجيم بقى. سيبيه يا ماما، سيبي يقول كل اللي جواه. مش كفايه مستحمله وراضيه وساكته على المهزله اللي احنا فيها وعلى نومتنا انا والعيال في اوضه قد كده؟ بقول لنفسي معلش يا بت، ما هو معذور، محنه وهتعدي. ايه؟ ما تكمل، مارس رجولتك عليا، هزاني ومرمطلي قدام مامتك واخواتك، وكل ده ليه؟ عشان بصرف على اولادك وانت قاعد في البيت، عشمان في الكام ملطوش اللي يا دوب هيجيبوا لنا اوضه فوق سطوع. ما تتكلم. اوه ايه ده؟ في ايه يا اخي؟ مش كده؟ معلش يا حبيبتي، حقك عليا، حقك عليا يا بت. كده برضه؟ اخس عليك يا قليل الادب. في ايه يا سامي؟ مش كده؟ انت عليك كلنا فيه ده؟ ما انتوا السبب. الله، طب واحنا مالنا؟ ما انت قلت نبيع الشقه وافقنا، عايز ايه تاني؟ انا عايز نعمل لك ايه اهني بيه؟ بس انا يلا شفت عين قصادك. بقول لك بس يا سامي، انت فاهم ولا ايه؟ حالك حالك يا سامي. في ايه؟ استنى دون وقت جديد، غير العالك حاجه يا واد انت. كلها كام ساعه وكل واحد يروح لحاله؟ خلاص يا عماد، هو قال المفيد كلها ساعات وكل واحد يروح لحاله. حالك حالك انت وهو، انا لسه عايشه ما متش. امال لما اموت هتقبلوا بعض ايه؟ البيت ده بيتي انا ومحدش يزعق فيه، فاهمين ولا لا؟ وبيع مش هبيع، مش هبيع، واتفضلوا بقى، والحمد لله ان الفلوس لسه موجوده. يلا بقى على وقت، يلا.